مشاهدي قناة شوف تافي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كما كتشاهدوا هذا هو الشكل ديال طريق سيار، كيف كتشاهدوا اختناق المرور اللي كتعرف، خصوصا بعد الحادث الخطير اللي وقع فيها هذا الصباح. هذا الصباح وقع واحد الحادث سير خطير اللي كانوا فيه العشرة ديال الطوموبيلات اللي داروا هذا الاكسيدون. كما كتشاهدوا طريق السيار شحال عامر في هذه اللحظه وفي هذه الاثناء، يعني الروينه في طريق السيار في الطرقات، خصوصا ان حتى الاشغال ولاو في وسط الطرقات. يعني الاشغال في مدينه الدار البيضاء ما بقاش غير في الشوارع الرئيسيه ولا في الشوارع الكبيره في مدينه الدار البيضاء، ولكن ولاو حتى في الاشغال حتى في لوطوروت. لوطوروت كنلقاو فيها الاشغال، وهذا الشيء هذا ما كيسبب الا حاجه وحده واللي هي لي زاكسيدون. الله يحفظ، يعني كيف ما كتشاهدوا لوطوروت عامره من جوي جوج، وعلى بالتالي كل واحد كيمشي بواحد السرعه، كيمشي بسرعه مفرطه باش كيوصل مع الطوموبيل اللي قدامه. قبل ما يفراني كيلقى راسو كضرب الطوموبيل اللي قدامه ووقعت حادثة سير. يعني كيف مشاهدي قناة شوف تيفي، لوطوروت عامرة هاد الأثناء هادي، خصوصا بعد حادث سير الخطير اللي وقع فيها هاد الصباح هذا. كيف ما قلنا بأن لوطوروت ولاو فيها حتى هي الأشغال، ماشي غير الشوارع الرئيسية. حدا محطة ديال المطلع ديال لوطوروت، حدا محطة ولاد زيان، هاديك طلعة هاديك الشارعين كاملين تحت كلو أشغال. مع المطلعة ديال لوطوروت كلها أشغال، أبو ريان الموضوع هو روينة في لوطوروت من بعد الاكسيدون اللي وقعت. يعني الناس خاصهم يردوا البال، الناس خاصهم يمشيو بشوية حيت الطوموبيلات بالاختناق المروري وبالزحام كل واحد كيفراني على غفله، وهذا الشيء هو اللي كيسبب المشاكل. نزيدوا عليها الاشغال اللي كتكون في وسط لوطوروت. اي واحد يفراني في اي لحظه، يفراني في اي وقت، لان الواحد خاصو يخلي مسافه الامان بينه وبين اللي قدامه. اي الله يوصل اي واحد، الله يوصلو ويديه في النجا يا ربي. تهربوا لوطوروت باش يوصلوا دغيا للغرض ديالهم، ولا يوصلوا دغيا في وقت
عقل حيت نورمالمون ما كاينش في البور ما كاينش اشغال، ولكن للاسف ولات حتى لوطوروت فيها الاشغال وفيها حتى هي الاختناق المروري. نشكركم على التفاعل ديالكم مع هذا المباشر.